نحرص على أخذ المعلومات من المختصين والجهات الموثوقة فقط، فهذا يعتبر من الأمن الصحي، ليكن خيارك مع التطعيم. التطعيم هو مبدأ علمي مثبت منذ عشرات السنين، ويقوم على مبدأ تحفيز الجهاز المناعي ضد مسبب المرض دون الإصابة بالمرض، وهو مبدأ أساس المناعة المجتمعية. ليكن خيارك مع التطعيم. لم تسجل وفيات نتيجة تلقي التطعيم بشكل مباشر حتى الآن، فالتطعيم آمن وفعال. ليكن خيارك مع التطعيم. نشرك للإشاعات والمغالطات في برامج وسائل التواصل قد تتسبب بوفاة شخص ما يمتنع عما هو مثبت علميا، لذا نتجنب هذا الفعل. ليكن خيارك مع التطعيم. اغسل يدك والبس الكمام وحافظ على التباعد الجسدي بينك وبين الآخرين، هذه هي أركان الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. ليكن خيارك مع التطعيم. الأطفال معرضين للإصابة بكوفيد-19 ونقل الفيروس أيضاً، وتم رصد حالات شديدة الإصابة بين الأطفال وإن كانت أقل عدداً من البالغين. ليكن خيارك التطعيم. لا سبيل للعودة للحياة الطبيعية إلا بتوسعة دائرة التطعيم وتكثيف الجهود الصحية والمجتمعية ووقف نشر المغالطات. ليكن خيارك مع التطعيم.